السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بصراحه كنت باغا نسجل نبدا الفيديو من الصباح، ولكن ساعات الله يعني حاولت ما امكن انني نكون بالابتسامه من اجل هاد الكتكوته ديالي. البارح كان عندي الجو ماشي هو هذا، كانت ذكرى الوفاه ديال الاخ ديالي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. اليوم عيد ميلاد بنتي، سبحان الله سبحان الله. دونك اليوم الفرحه ديال صرصورتي. وجدنا العشاء وغادي نديوه عند خالتها لان ما يمكن لهاش تخرج. ما عليناش بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. صرا قطعت شعرها، شفتوا الشعير تقطع؟ نو اللي كنكذبوا عليكم، صرا امبوسيبل تقطع الشعر. وغادي نصايب لها مشيطه على قد الحال ونوجدها ونشاركوا معكم الامسيه ديال عيد ميلادها، كيفاش غادي تدوز، كيفاش غنحتفلوا وتوريكم لي كادو اللي جاوها. لا شعري وريني شعرها قطعاتو. يلا حيتي. يا ليلى وصلت على نبي. دابا غادي نبقى نفرق ليها هنا، غادي نهز هادي، غادي نهز بعدا وحده نلوها على الشعر هكا باش مبداش لاستيك. كيدوبي لي الشعر هكا باش ميبانش لاستيك. ايوي دابا غادي نديرو تخافيش منخشيش لك فراسك اختي. ها تقدري نقلطا ماشي مابقاتش باغا وانا كنخدم ليها. يلا درت ليها هذه الاولى، قطعت داك المقطع طاحت لي طاحت ما عارف شنو هاد البنت هذه. دونك غادي نخلي لها بحال هكا ليس. درنا غير هذه بارك عليها. دور نوريهم هبطي هلا وغادي تبقى بحال هكا وتنبارطاجي معكم من بعد البقيه ديال الامسيه. يا ليلى وصلت على نبي. يا ليلى وصلت على نبي. اذكر الله وانت ماشي.
الحياة.